برحب طبعا بكل السادة الحضور. قد ايه فعلا اجتماع كل الناس اللي فيه هامة وقامة. الدكتور شيرين بدأ واتكلم بفيروس سي وفيروس دي، والدكتور حسن اتكلم عن نفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، والدكتور عادل طبعا اتكلم برضو عن فيروس سي. انا عايز اتكلم عن حاجة هي يمكن لفتت نظري في الفترة الأخيرة بالنسبة للمصريين. اتكلموا هم في البداية عن أمراض النفوس. بتهيألي كلكم لاحظين انه الناس اتغيرت، الناس بقى عندها نوع من أنواع الانفعال في التعامل مع بعضها. حضرتك يا دكتور شيرين في البداية اتكلمت وقلت انه ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، وإحنا مش لازم إن إحنا نبقى قلقانين على رزقنا لأنه هو مكتوب وإحنا في بطون أمهاتنا. أنا مش عارفة ليه أصبح الناس في صراع داخلي، في حقد، في محدش بيحب الخير لحد زي زمان. هنقول الناحية الاقتصادية ما أعتقدش، لأنه أنا شايفة إنه الصراعات موجودة كمان حتى مع ناس معاهم فلوس وناس مرتاحين جدا، لكن الكره أصبح سمة. هل الكره دلوقتي دخل الشعب المصري وأصبح سمة من سماتنا؟ بصراحة حاجة تحزن وحاجة تزعل. شفت ناس كتيرة قوي اتغيرت، ناس أنا كنت أعرفها وناس لسه بتعرف عليها جديد، لكن في النهاية حاسة بالتوتر وحاسة ان كل واحد مش مرتاح حتى لو هو يملك. مش هنقول انه الناحية الاقتصادية او فقر او الاسعار اصلها غليت فالناس توترت، لا انا بتهيالي انه مش كده، بس انا مش لاقية الاجابة. مش عارفة ليه بقى كل واحد زي ما يكون عايز ياخد اللقمة زي ما بنقول من ايد التاني، كل واحد مش مبسوط لسعادة الاخرين. انا مش عارفة دي حاجة انا لمحتها مؤخرا. هل سمات الشخصية المصرية اتغيرت؟ هل الشعب المصري اتغير؟ هل الايمان بربنا قل؟ اسئلة كتيرة جدا، بس انا مش عارفة بصراحة الاجابة الصحيحة فين.